فتح الحدود البرية بين العراق وتركيا. مرحبا اصدقائي، وياكم حارث المهندس. طبعا البارحة بدأت تتداول هواي اخبار عن فتح الحدود البرية بين العراق وتركيا، وايضا عن بدء السفر البري. طبعا هذه الاخبار كلها غير صحيحة. الخبر الصحيح هو انه صحيح انفتحت الحدود البرية، بالتحديد معبر خابور بين الحدود التركية وبين الحدود العراقية، ولكن هذا انفتح فقط للنقل التجاري، لانه اصلا التصريح صدر من وزارة التجارة التركية، فهذا معناها انه النقل فقط للبضائع والشاحنات وليس للاشخاص والمسافرين. وبنفس الوقت ايضا انفتح معبر ثاني مع ايران، معبر غوربلاك، ايضا نفس القضية، انه حد الان السفر او الاشخاص غير مسموح انه يدخلون، فقط البضائع والشاحنات هي اللي راح تمر من خلال هذا المعبر الحدودي. فلحد هذه اللحظة الحدود البرية لا تزال مغلقة امام المسافرين، اصلا انه كردستان العراق غالقة الحدود ومسوية منع تجوال، ولكن هذه تعتبر فتبادرة خير، ممكن بالايام القادمة راح نشاهد فتح الحدود العراقية للمسافرين. اما بالنسبة لمواعيد السفر فهي لا تزال مثل ما هي. طبعا مثل ما ذكرت انا في فيديوهات عديدة سابقة وشرحت اوقات السفر ومواعيد السفر للدول المختلفة، اول الدول العربية اللي راح يتاح لها السفر هي البحرين وقطر ابتداء من يوم 10 حزيران. وهذا كان فد فيديو سريع بس حتى افهمكم اللي صار، لان هواي من البيجات شفتهم على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي نشروا الخبر، ولكن الخبر مغلوط، يعني الخبر ناقص. قالوا ان الحدود التركية العراقية انفتحت، وهذا الشيء غير صحيح. الحدود العراقية التركية بالتحديد معبر خابور انفتح امام الحركة التجارية فقط، امام حركة نقل البضائع والشاحنات وليس الاشخاص والمسافرين. فحبيت اوضح لكم هذا الموضوع بهذا الفيديو، وان شاء الله يا رب يكون فاتكم هذا الفيديو. اهم شيء اكيد انه ما تنسون تشتركون بالقناة وتنورونا وتنضمون لعائلتنا، ويا رب نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.